الخبر اللي جاي ده خبر مهم وفيه كواليس كثيرة ومهمة جدا، كواليس خاصة هنا لرقم 10. النهاردة تقدم الكابتن السيد مراد محمود المشرف العام على تقنية الفيديو باتحاد الكرة المصري باستقالته إلى مجلس إدارة الاتحاد للرحيل عن لجنة الحكام بعد أيام قليلة من استقالة الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة السابق. الراجل ما حددش أسباب استقالته، طيب لحظة بقى، خليك معايا. السيد مراد كان عنده اجتماع امبارح مع الراجل الجديد كلاتنبرج. ايه سبب رحيله؟ هو الاجتماع اللي كان مع كلاتنبرج ده. كلاتنبرج في اجتماع ما بيسأل عن الحالة الشهيرة في مباراة الأهلي وفاركو، وسأله وهو مسؤول عن الفار: هل حضرتك شايف الحالة دي حالة تسلل؟ فالراجل رد وقال له: آه شايفها حالة تسلل. كلاتنبرج قال له: أنا شايفها جول، والرسم اللي مرسوم ده مش صحيح. فحصل خلاف في وجهات النظر، كلاتنبرج شافها جول والراجل قال له: لا مش جول، هي تسلل، والحكم وقتها اتخذ القرار السليم. دي الكواليس اللي كانت معانا. نتأكد ونفهم من كابتن سيد مراد مسؤول الفيديو السابق بلجنة الحكام المصرية. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. صباح النور وتحياتي لحضرتك. تحياتي يا فندم. وتحياتي لمشاهدينك الكرام، وبعني حضرتك على البرنامج ودايما في تقدم الظهر. يا فندم اشكرك شكرا جزيلا. قولي بقى ايه اسباب الاستقاله؟ ايه اللي حصل؟ بص يا فندم، حضرتك احنا بنشتغل في لجنه الحكام كاعضاء هوايه اكتر من احتراف. يعني انت مش محترف بعائد مادي كبير، انت بتاخد بدل انتقال مبلغ مش رقم، ولكن حابب الموضوع. لان احنا ابتدينا براتب شهري 900 جنيه. اذا المين كونسبت كان حب وعشق الحكايه دي. فاشتغلت فيها 11 سنه يا فندم مع قامات كبيره. جينا في المرحله الاخيره لقيت يا فندم في تجاوزات وتطاول كبير جدا مع كل حاله في البر. فانت يا فندم لو انت هاوي حاجه وبتحبها وانت هاوي وشايف كل هذا التجاوز، ليه تتمسك بمنصبك يا فندم؟ ايه الحاجه الكبيره اللي تخليك دي مش مستمتع؟ مش هتبدع. وخلي بال حضرتك كل الاسهم موجهه على حكم الفار، مع ان الفار ده مكون من 5 اجزاء، لو حصل خلل في جزء واحد انهار الفار. هو حضرتك يا فندم في لجنه الحكام من امتى؟ من 2012 فعلا. من 2012 ليه حسيت ان دلوقتي الهجوم كبير وقررت الرحيل بعد رحيل الكابتن عصام عبد الفتاح؟ ليه ما قررتش الرحيل وقت ما كان موجود الكابتن عصام عبد الفتاح وكان نفس الهجوم موجود؟ سؤال حضرتك ذكي. استبعد من ال 11 سنه 8 سنوات لان عمر تقنيه الفيديو في مصر 3 سنوات. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. فاستبعد المده الطويله واتكلم في المده دي. الايام اللي اشتدت فيها المنافسه مش كده ولا ايه الاخيره؟ صحيح. زادت نبره التطاول في الميديا الكبيره، فانت تحاسبني على الوقت ده يا فندم اللي ضاقت فيه الصدور. وانا بقول لحضرتك انت بتعمل هاوي اكتر منه محترف وراضي وعاشق. وحضرتك ممكن تسال في هذا الصدد. ففضلت يا فندم ان انا ابتعد في المرحله دي. وخلي بال حضرتك اذا ذكر اسم الكابتن عصام عبد الفتاح وهو قامه كبيره في التحكيم، فانا على مدار ال 11 سنه اشتغلت مع 4 قامات كبيره. كابتن احمد الشناوي عندما كان رئيسا للجنه الفنيه، ثم معاه الكابتن عصام عبد الفتاح، معانا القامه الكبيره الكابتن غندور جه رئيس لجنه، ثم القامه الكبيره الكابتن وليه، ثم الكابتن عصام اخيرا. فتعددت الرؤساء يا فندم. طيب يا فندم سؤال لحضرتك، هل اجتمعت مع كلاتنبرج؟ كانت هناك جلسه تعرفيه للجنه كلها لم تتجاوز الساعه. كل واحد اعلن عن مؤهلاته وكاريره ومنصبه داخل اللجنه.
ده اللي تم في هذا الاجتماع. هل سئلت عن الحالة اللي كانت موجودة في مباراة الأهلي وفاركو؟ لم يتم مناقشة الحالة باستفاضة. كل اللي دار وبمنتهى الأمانة مستر بارك قال أنا معايا صورة فيها الخطوط وهنناقش الحالة دي في اجتماع الحكام. الراجل لم يدلو بدلوه ولم يقول ان هذا هدف صحيح او تسلل او كما يشاع. طب حضرتك اتسالت؟ يعني هو سالك في الجلسه دي رايك ايه؟ لا يا فندم تماما ولا وصلنا للقرار النهائي هل هي تسلل ام لا؟ لما تم استعراض الحاله بالكامل. لكن عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. قبل ما يغادر الكابتن عصام قمنا بمراجعه الاجراءات من غرفه الفيديو. ما هي الاجراءات؟ اللي هي اجراءات المراجعه اللي اتخذها الحكم تجاه هذه الحالة. الحكم عنده ثلاثة أوبشن في التقنية. سنجل لاين اللي هي الخطوط، دابل لاين، تريبل لاين. الحكم أخذ الإجراءات الصحيحة ودخل على الدابل لاين، طلعت النتائج تسلل. صحيح. الحكم للتأكيد عمل الحالة مرة أخرى في التريبل لاين وأدت إلى نفس النتائج. هذه ما تم في غرفة البار وأعددنا فيديو للعرض على الجماهير. ولكن استقالة الكابتن عصام والفيديو ده ما تعرضش وبدأنا صفحة تانية. طيب كلاتنبرج شاف الفيديو؟ لا يا فندم. ما شافوش برضه؟ لا يا فندم. ما يعني حضرتك ما اتكلمتش معاه على فكرة الرحيل؟ يعني ما قلتش لكلاتنبرج مثلا في القعدة التعرفية دي أنا ناوي أمشي عشان أنا مش مبسوط في الوضع الحالي؟ لا يا فندم. ما تمش هذا تماما. أنا لما رجعت حضرتك وجلست وشفت الشواهد كلها. خلينا حضرتك فضل. انا عايز الفت نظر حضرتك ان تقنيه الفيديو لا توجه السهام الى حكم الفيديو فقط. المنظومه دي مكونه من خمس عناصر. اذا انهار عنصر واحد انهارت التقنيه. صحيح. الكاميرامان اللي واقف يصور ده زي ما حدث في هدف المصري في الاهلي كان عامل زوم على منطقه الجزاء، صح ولا لا؟ صحيح. ما انت بتزوم على نقطه وانا عايز اللوكيشن بالكامل. فما قدرش يديني الصوره اللي قرر منها واعمل خطوط، صح ولا لا؟ يبقى اذا الراجل الكاميرامان ده مهم جدا. صحيح. بعديه المخرج اللي عرض الخطوط بتاعه هدف الاهلي في فاركو حضرتك عرضها لبرها ثواني معدوده. وده خارج البروتوكول لان الصوره دي ملك للمشاهدين. هو بيحط البرهان ده لمين يا فندم؟ صحيح. تقنية الفيديو ملك كامل للمشاهد وليست ملك للجنة الحكام. صحيح. ادي طيب. الحاجة طيب يا فندم اتفضل اكمل حضرتك يا فندم. الحاجة الثالثة الحكم الفار لازم يكون عنده تدريب كافي على اجهزة السيموليتر. تخيل ان احنا حصلنا على اجهزة السيموليتر دي في السنتين الاخار 9 أيام فقط بنمرن عليهم 91 حكم، يعني الحكم اقل من نص ساعة يا فندم. يبقى اذا ادي حكم الفار. الاوبريتور اللي قاعد جنب الحكم لازم ياخد ايدي يعني فكرة مبسطة عن عمل الفار. طيب يا فندم. صح. بشكل عام بقى يا فندم، بشكل عام تطبيق تقنية الفار في مصر خلال العامين من وجهة نظرك نجحت بنسبة كام في المية بكل العوامل دي؟ 7.5%. 7.5 من 10. انا قلت 7.5% ده كده ما جاتش. انا متاسف. لا ولا يهمك ولا يهمك. 7.5 من 10. ودي نسبه على فكره، دي نسبه معقوله يعني لو انت حضرتك شايفها كده. دي أيوة نسبه بس معقوله بس غير مرضيه. غير مرضيه. لازم نوصل ل 9 من 10 حتى نحقق العداله بنسبه كبيره. صحيح. احنا صحيح. مش جايبين تقنيه عشان نشتغل بيها نصحح 3/4 عداله. لازم نوصل العداله كامله، لازم ندرب الخمس عناصر. بص يا فندم، الأندية بتعاني من ضغط المباريات وبتعمل روتيشن. صح. أنت كلجنة حكام بتعاني من ضغط المباريات، هل هتصحح الأخطاء للحكام ولا تدرب الحكام ولا تأهل رجال البث التلفزيوني ولا تعلم الأوبريتور تديله فكرة عن قانون كرة القدم؟ الخمس عناصر لازم ياخدوا تدريب مكثف عشان يطلع المنتج النهائي بامتياز يا فندم. صحيح صحيح. طيب كابتن سيد اخر سؤال لحضرتك، لو كان كلاتنبرج عرض عليك البقاء في اللجنه او طلب بقائك في اللجنه او طلب ان انت تبقى متواجد في اللجنه كنت هتكمل؟ والله يا فندم هو كلاتنبرج قال ان احنا هنحط سياسه جديده في 1/9. والراجل بص يا فندم انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل.
نتكلم بفكر وطن عشان بلدنا في مرحلة لازم نساندها. بلدنا بلد كبير، واحنا شايفين اللي بيتم في البلد من تطوير. لازم نشجع الخواجه ده يا فندم، ولازم ينجح. ليه؟ لان نجاحه هيعود على حكامنا بالنفع والكره المصريه بالنفع. بنفس الكونسبت ده، اللي ماسك منتخب مصر مش خواجه اجنبي. هل نتمنى فشله وفشل منتخب مصر؟ استحاله، نكون ناس غير امنين على بلدنا. صحيح، لازم نسنده عشان ينجح، عشان منتخبنا ينجح. ده كلام عظيم جدا يا فندم، بس هو برضو بصراحه مش اجابه على سؤالي. هل تقبل ان حضرتك تشتغل معاه ولا لا؟ والله يا فندم الظروف الحاليه انا منسحب علشان المناخ الحالي. ليس لي علاقه بكلاتنبرج او رئيس اللجنه السابق او بتضامن مع حد في الاتحاد. انا طيب. قلت اخد استراحه شويه على الجو يبقى اكثر اريحيه يا فندم في المستقبل. طيب، بالصيغه الوطنيه اللي حضرتك تحدثت بيها الان، لو مصلحه التحكيم ارتقى فيها كلاتنبرج ان انت تبقى موجود، مش تبقى موجود برضه؟ اتفضل. انا بعلن قدام حضرتك انا خادم للتحكيم المصري وليس البوزيشن اللي يجبرني. اذا طلب مني المساعده وانا خارج اللجنه تماما هروح اساعد. انما ان انا اكون في صلب التنظيم في المرحله الحاليه يا فندم، انا خادم للتحكيم المصري. يعني انت لو طلبت مني اروح ادي محاضره انا هرفض، لازم اساند واساعد ولكن خارج التشكيل يا فندم. طيب، هل حضرتك بشكل رسمي ممكن ترجع تشتغل في لجنه الحكام في المستقبل، ولا موضوع لجنه الحكام ده اتقفل للابد؟ لا، ممكن في المستقبل اعود لما المناخ ان شاء الله يحصل له شويه من الهدوء والسكينه، ونقدر احنا كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونطور دون تطاول او تجاوز، مع احترام الجميع يا فندم. طيب، بصراحه شديده كده، لو رجع الكابتن عصام عبد الفتاح في المستقبل يا فندم، انا اشتغلت مع 4 رؤساء لجان. اذا كان المستقبل مع تعديل المناخ القادم سين اي سين رئيسا للجنه الحكام اعود يا فندم، وليس شرطا ان يكون الكابتن عصام او الكابتن جمال او ليس لي شروط مسبقه. كابتن السيد مراد، مسؤول الفيديو السابق بلجنه الحكام المصريه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.